وقت في نهاية المؤتمر الوطني الشامل، واليوم الشيء ده بقى حقيقي. رئيس الجمهورية فخامة محمد إدريس ديبي تنو وصف للتشهدين بصفة خاصة وللعالم بصفة عامة بأنه هو رجل عنده قول، يعني طبخ الكلام اللي قاله. حدث أفرح 300 أو 400 قرابة 400 من العائلة الشادية الصغيرة والكبيرة، فلابد هذا حدث مفرح وإنجاز ضخم وتوطيد وتأكيد للعافية في هذا البلد، بأن التسامح والإعفاء والقرارات بشكل القرار الرئيس طلع ده، دي حاجة تشجع وتصب في مصلحة البلد وفي عافية البلد. نحن نطلب من كل مواطن صغير أو كبير، داخل أو برا، يسعى على التطور والعافية ولم الشمل الشادين، بأن الشاد بتدور بنيان وبتدور مصالحة، والمصالحة والبنيان اللي في الوحدة